إنسان إذا غفل عن ذكر الله لحظة واحدة فهو معرض للسقوط ما أعلم أنتو شايفين في الطرق الجبلية الخطرة اللي تحيط بها وديان سحيقة إذا هنالك سائق يسير في هذا الطريق الجبلي صعودا أو هبوطا هذا يجب أن يكون في نهاية اليقظة ونهاية الانتباه إذا هذا الرجل لحظة واحدة غفل أو لحظة واحدة نام ما هي النتيجة؟ النتيجة هذه السيارة يمكن تنحرف عن المسير وتسقط في ذلك الوادي السحيق، وينتهي هذا الرجل، وينتهي كل من معه، احنا في الحياة وبالذات الشباب نعيش هذه الحالة. اذا واحد غفل عن ذكر الله لحظه واحده النبي صلى الله عليه واله في ذلك الدعاء المعروف كان يقول اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، لحظه واحده النبي على ما ببالي في ليله 15 شعبان فقدته احدى زوجاته فبحثت عنه فوجدته ساجدا في مكان يبكي وهو يقرا هذه الكلمات اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا لحظه اذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظه تكون نهايته ولذلك احنا لا نمشي في الحياه مسترسلين عندما تدخل في البيت الرجل يدخل في بيته اذا لحظه يغفل عن ذكر الله الذكر مو يعني الذكر اللفظي الذكر الحقيقي هو الذكر القلبي ولذلك العلماء في هذه الايه يقولون اذكروا الله يعني بقلوبكم الذكر اللفظي مظهر للذكر القلبي الذكر العملي مظهر للذكر القلبي هذه كلها افرع والقلب هو المنبع القلب جدا مهم الرجل عندما يدخل في بيت لحظه واحده اذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظه تكون لحظه سقوط هاي المشكلات العائلية الموجودة كيف تنشأ؟ المشكلات بين الرجل والمرأة، الرجل يظلم المرأة، المرأة تظلم الرجل، الرجل يظلم أولاده، المرأة تظلم أولادها، الأولاد يظلمون أبويهم، الشريك يظلم شريكه، كيف يتم ذلك؟ على أثر غفلة واحد. الشيطان فد عدو قديم متربص بنا ومن شوفه هاي مشكلة هذا العدو إذا عدو واحد يشوفه يأخذ الحذر أما أنتم تمشون في طريق عدوكم مو معلوم وينه مو معلوم كيف يهاجمكم متى يهاجمكم الانسان عندما يغفل عن ذكر الله لحظه واحده الشيطان يقتنصه في هذه اللحظه